رأفت الهجان اسم مشهور ارتبطت بحكايته أجيال، كان في نظرها البطل الهمام اللي ملوش مثال، وبسببه أصبح حلم كتير من الشباب العرب إنهم يدخلوا عالم الجاسوسية الساحر والمخيف في الوقت نفسه. لكن من فترة قريبة خرجت بعض المصادر الإعلامية الإسرائيلية بتحقيق جديد بتدعي فيه إن مخابراتهم اكتشفت حقيقة العميل رأفت الهجان أو رفعت الجمال، وده بعد فترة قصيرة من وجوده في إسرائيل، وإنها حولته لعميل مزدوج، وفي الحقيقة إخلاصه كان لإسرائيل وحدها. التصريحات اللي ظهرت هزت معتقدات ناس كتير، وبدأوا يفكروا ويدوروا من أول وجديد وعايزين يعرفوا الحقيقة فين، وده اللي هنحاول نعمله مع بعض النهاردة، وهنعرض الحقيقة زي ما هي مهما كانت التبعات. ولكن كالعادة قبل ما نبدأ حلقتنا، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من قناتنا. رفعت علي سليمان الجمال اتولد في مدينة دمياط في 1 يوليو سنة 1927، والده كان بيشتغل في تجارة الفحم، أما والدته فكانت ربة منزل بتنتمي لأسرة مرموقة، وكانت والدته بتجيد اللغتين الإنجليزية والفرنسية، وكان عنده أخين هما لبيب ونزيه، بالإضافة لأخ غير شقيق وهو سامي. وبعدها بسنوات، تحديدا في سنة 1936، اتوفى علي سليمان الجمال والد رفعت الجمال، وأصبح سامي الأخ الغير الشقيق لرأفت هو المسؤول الوحيد عن البيت. وكانت مكانة سامي الرفيعة وشغله كمدرس لغة إنجليزية لأخو الملكة فريدة عامل مساعد ليه على تحمل المسؤولية، وبعدها انتقلت الأسرة بالكامل للقاهرة علشان يبدأ فصل جديد من حياة رفعت اللي عاش في الظل وبرضه مات في الظل. ففي بداية حياته ما كانش رفعت شخصية مسؤولة، كان طالب مستهتر جدا ومش مهتم قوي بدراسته، وبرغم محاولات أخوه سامي إنه يعمل منه راجل محترم ومستقيم، رفعت كان على النقيب من أخوه، فكان ميال للسهر والخروجات والمسرح والسينما، وقدر إنه يقنع الممثل الكبير بشارة وكيم بموهبته ومثل معاه بالفعل في 3 أفلام. لكن إخواته شافوا إنه ضروري يكمل تعليمه، فدخلوه غصب عنه مدرسة التجارة المتوسطة، وفي المدرسة بدأت عيون رفعت تتفتح على البريطانيين، وانبهر بطرق كفاحهم المستميت ضد الزحف النازي، وتعلم الإنجليزية بجدارة، وكمان بقى يتكلم باللكنة البريطانية، ده غير الفرنسية اللي بقى يتكلمها بلكنة أهل باريس. اتخرج رفعت سنة 1946 وقدم طلب عشان يشتغل كمحاسب في شركة بترول أجنبية موجودة في البحر الأحمر، واختارته الشركة فعلا برغم العدد الكبير للمتقدمين، غالبا بسبب إتقانه الإنجليزية والفرنسية بلكنة جيدة جدا. لكنه بعد فترة اضطرب من وظيفته بتهمة اختلاس الأموال، واتنقل بعدها رفعت من شغل لشغل، واشتغل كمساعد حسابات على سفينة الشحن حورس، وبعد أسبوعين من الشغل ساب مصر لأول مرة في حياته على متن السفينة اللي اتنقلت بيه بين المواني، فراح نابولي وجنوة ومارسيليا وبرشلونة وجبل طارق وطنجة، وفي النهاية رسيت السفينة في ميناء ليفربول الإنجليزي علشان يعملوا فيها بعض الإصلاحات، وكان مقرر إنها تتجه بعد كده لبومباي الهندية. لكن هناك في ليفربول قابل رفعت عرض مغري للعمل في شركة سياحية اسمها سلتيك تورز، وبعد شغله لفترة مع الشركة سافر على أمريكا، لكن من غير تأشيرة دخول أو جرين كارد، وبدأت إدارة الهجرة تطرده، فاضطر ساعتها لمغادرة أمريكا لكندا ومنها لألمانيا. وفي ألمانيا اتهموا القنصل المصري ببيع جواز سفره، ورفض يديله وثيقة سفر بدل الجواز اللي فقده، وألقت الشرطة الألمانية القبض عليه وحبسته، وبعدها تم ترحيله قسرا لمصر. ومع رجوع رفعت لمصر بدون وظيفة أو جواز سفر، مع تقرير سابق عن قبض الشرطة الألمانية عليه وشكوك حوالين اللي عملوه في جواز سفره، كان صعب يلاقي فرصة جديدة، وبقت الصورة قدامه سودة لدرجة محبطة جدا، وده دفعه لحالة من اليأس ما انتهتش إلا مع ظهور فرصة جديدة للعمل في شركة قناة السويس. ولكن الفرصة الجديدة كانت محتاجة لوثائق وأوراق رسمية، وهنا بدأ رفعت يقتحم العالم السفلي وتعرف على مزور بارع اداله جواز سفر باسم علي مصطفى في صورته بدل صورة صاحبه الأصلي، وبالاسم الجديد اشتغل رفعت في شركة قناة السويس، وأخيرا بدأ الاستقرار يظهر في حياته الملخبطة. لكن قامت ثورة يوليو سنة 1952، وبدأ البريطانيين يقلقوا من المرحلة الجاية،
وحسوا إن المصريين متعاطفين مع النظام الجديد، فبدأوا يراجعوا أوراقهم ووثائق هوياتهم، وبدأ رفعت يحس بالقلق ويخاف من إنه يتكشف، فقرر يسيب الشغل في شركة قناة السويس ورجع لنفس المزور وخد منه جواز سفر جديد لصحفي سويسري اسمه تشارلز دينون، وبقى ينتقل من شخصية لشخصية بالطريقة دي عشان يخبي حقيقة تزويره للأوراق. ولكن في النهاية اتقبض عليه من ضابط بريطاني أثناء سفره لليبيا ورجعوه لمصر مرة تانية. واللافت في الموضوع انه بعد ما اتمسك كان معاه جواز سفر بريطاني، ولكن الضابط البريطاني شك في انه يهودي وتم تسليمه للمخابرات المصرية اللي بدأت في التحقيق معاه على انه شخصية يهودية. بيقول رفعت الجمال في مذكراته انه قابل يهود كتير خلال فترة شغله في استوديوهات السينما المصرية اللي كانت مليانة باليهود وقتها، ومن اشهرهم رأيا ابراهيم وكاميليا وستيفان روستي، وقدر يعرف كتير عن سلوكياتهم وعاداتهم من منطلق الاهتمام بانه يكون ممثل، واستنادا لوثائق المخابرات المصرية كانت التهمة الرئيسية للهجان بعد رجوعه لمصر هي انه ضابط يهودي واسمه ديفيد ارنسون، وكان الهجان شايل جواز سفر بريطاني باسم دانيال كالدويل. في نفس الوقت لقوا معاه شيكات موقعة باسم رفعت الجمال، وكان بيتكلم اللغة العربية بطلاقة، واحتار المصريين في امره يا ترى هو مصري ولا يهودي ولا بريطاني ولا جنسيته ايه بالظبط. وكان الضابط حسن حسني من البوليس السري المصري هو المسؤول عن استجواب الهجان، وبعد فترة اعترف رفعت بهويته الحقيقية وكشف كل اللي مر بيه من احداث واندماجه مع الجاليات اليهودية لحد ما اصبح جزء منهم، ودخوله للمجتمع البريطاني والفرنسي. وقام الضابط حسن بعمل اختبارات للهجان ودس مخبرين في سجنه عشان يتأكد من مدى اندماجه مع اليهود في معتقله، وظهر ان اليهود ما قدروش يشكوا ولو للحظة بانه مش يهودي زيهم. واخيرا تم التأكد من هوية الهجان الحقيقية، وبعد محاولات كتيرة بالشدة واللين من ضابط البوليس السري حسن حسني اتعرض خيارين على الهجان، وهم اما السجن او مسح ماضيه كله بما فيه شخصيته الحقيقية وبداية مرحلة جديدة بهوية جديدة ودور جديد شديد الأهمية والخطورة والعمل لصالح المخابرات المصرية الحديثة الإنشاء. وافق ساعتها الهجان أو رفعت الجمال فورا لأنه ما كانش عنده اختيار تاني، وبدأت عمليات تدريب طويلة ليه، وشرحوا له أهداف الثورة وعلم الاقتصاد وسر نجاح الشركات متعددة القوميات وأساليب إخفاء الحقائق لمستحق الضرائب ووسائل تهريب الأموال، بالإضافة لعادات وسلوكيات وتاريخ وديانة اليهود، وتعلم إزاي يميز بين اليهود الأشنكاز واليهود السفارد واليهود السفارد وغيرهم من اليهود. وبعدها تم تدريبه على القتال في حالات الاشتباك المتلاحم والكر والفر، والتصوير بكاميرات وآلات تصوير دقيقة جدا، وتحميض الأفلام وحل شفرات رسائل أجهزة الاستخبارات والكتابة بالحبر السري. وكمان خد دراسة سريعة عن تشغيل الراديو وفروع وأنماط أجهزة المخابرات والرتب والشارات العسكرية، ده غير انه تعلم استخدام الأسلحة الصغيرة وصناعة القنابل والقنابل الموقوتة. وبعد ما انتهى التدريب مات رفعت الجمال وتولد جاك بيتون، اللي أوراقه بتقول انه من أب فرنسي وأم إيطالية وديانته يهودي أشنكازي، وأصبح ليه جواز سفر إسرائيلي صادر من تل أبيب برقم 146-742، وانتقل للمعيش في أحد أحياء اسكندرية واللي بتتركز فيه أغلب الطائفة اليهودية. حصل هناك على وظيفة مرموقة في واحدة من شركات التأمين، وانخرط في الوسط اليهودي وتعايش معاهم وأصبح كأنه واحد منهم. وفي جدل حوالين الضابط المسؤول عن تجنيد الهجان وزراعته داخل إسرائيل، فبعض المصادر بتشير لأنه هو حسن حلمي بلبل، وهو واحد من الرجالة اللي أنشأوا المخابرات المصرية العامة، وكان بيرمز ليه في مسلسل رأفة الهجان باسم حسن صقر، وكان عبد المحسن فايق مساعد ليه وظهر في المسلسل باسم محسن ممتاز. وبيشوف البعض الآخر إن المسؤول الحقيقي عن تجنيد الهجان كان اللواء عبد العزيز الطودي، وهو واحد من ضباط المخابرات المصرية العامة واللي كان شايل اسم عزيز الجبالي في مسلسل رأفة الهجان، وهو اللي كان مسؤول عن الاتصال وشغل رفعت الجمال جوه إسرائيل، في حين كان رأي الأغلبية إن العملية كلها كانت مجهود جماعي وما كانتش حكرة على حد. في مذكراته كشف رفعت الجمال إنه انضم أثناء وجوده في اسكندرية للوحدة اليهودية 131 اللي أنشأها الكولونيل اليهودي إبراهام دار لحساب المخابرات الحربية الإسرائيلية، واللي كان أفرادها بيقوموا بعمليات تخريبية ضد بعض المنشآت الأمريكية والأجنبية
على نحو يخليها تبان كأنها من صنع بعض المنظمات التحتية المصرية، واللي اتعرف بعدها باسم فضيحة لافون نسبة لبنحاس لافون وزير الدفاع الإسرائيلي وقتها. وفي الوحدة 131 كان رفعت الجمال زميل لعدد من الأسماء اللي أصبحت فيما بعد شديدة الأهمية زي مارسيل نينو وماكس بنت وإيلي كوهين، اللي كان جاسوس خطير وقرب أنه يحتل منصب شديد الحساسية والخطورة بعدها بعدد من السنين في سوريا. وأثناء رحلة الجمال الطويلة في مشوار عمله الجاسوسي والاستخباري اتنقل بين عدد من المحطات المهمة عشان يوصل لهدفه، وكان أهمها فرنسا وإيطاليا والعراق اللي زارها بمهمة رسمية سنة 1965 على عهد الرئيس العراقي الراحل عبد السلام عارف ضمن اتفاق الوحدة الثلاثية بين مصر والعراق وسوريا. واتفقت وقتها الحكومات الثلاثة على أخذ خطوات لتفعيل الإجراءات الخاصة بالوحدة ما بينهم من خلال تنفيذ خطة التبادل الاستراتيجي للدفاع المشترك بانتشار القطع العسكرية للدول على أراضي بعضها، وتم إرسال بعض وحدات المشاة وأسراب الطائرات العراقية لمصر وسوريا، وتم استقبال وحدات مصر وسوريا في العراق ومن ضمنها كتيبة من القوات الخاصة المصرية ومجموعة من عناصر جهاز المخابرات المصري العامل ضد إسرائيل، وكان من ضمنهم رفعت الجمال. ونرجع مرة تانية لقصة الهجان الأصلية لما أنهى تدريبه وبدأت المخابرات تقرر إرساله فعليا لإسرائيل. لقى الجمال نفسه واقف عند نقطة تحول خطيرة في حياته، ففكرة الدخول لقلب عرين الأسد إسرائيل كانت مرعبة، فما كانش فيه أي مكان ممكن يستخبى فيه جوه إسرائيل، ولو اتكشف أو اتقبض عليه هناك فهتكون دي نهايته وهيسدل الستار عليه نهائيا. والمعروف كمان إن إسرائيل ما بتضيعش وقت مع العملاء الأجانب، فهم بيستجوبوهم وبعدها على طول بيقتلوهم، ولكن في المرحلة دي ما كانش فيه مجال للتراجع. فاستلم الجمال مبلغ $3000 أمريكي من المخابرات المصرية عشان يبدأ شغله وحياته في إسرائيل. وفي يونيو سنة 1956 خد سفينة متجهة لنابولي ومنها انطلق على أرض الميعاد أو إسرائيل، وهناك أسس الهجان شركة سفر صغيرة باسم سيتر في شارع بيرنر في تل أبيب. وكان الهجان مشهور بمغامراته النسائية مش في إسرائيل بس ولكن في أوروبا كمان. لكن في أكتوبر سنة 1963 اتعرف الهجان على آلي فالفورد، وهي سيدة ألمانية مطلقة وعندها طفلة اسمها أندريا عمرها 4 سنين، وخلته يبعد عن مغامراته ويقرر يتجوزها. من أهم إنجازات الهجان خلال فترة تجنيده هي تزويب مصر بميعاد العدوان الثلاثي قبلها بفترة مناسبة، وتبليغ السلطات المصرية بميعاد الهجوم عليها في نكسة 67، ولكن للأسف ما تمش أخذ المعلومات دي بجدية، وده عشان كان في معلومات تانية بتقول إن الهجوم هيكون منصب على سوريا لوحدها. وكمان كان مسؤول عن تبليغ مصر باعتزام إسرائيل إجراء تجارب نووية واختبار بعض الأسلحة التكنولوجية الحديثة. والأهم من كل ده إن الهجان ساعد مصر بمعلومات كتيرة كان ليها الدور بعد كده في الانتصار في حرب أكتوبر. فالهجان كان قدر يتغلغل وسط الصفوف الإسرائيلية لدرجة إنه كان ليه علاقة صداقة وطيدة بينه وبين موشي ديان وعايزر وايزمان وشواب وبين جوريون. قرر الهجان الاعتزال بعد ما حقق لمصر اللي كانت محتاجاه في انتصار أكتوبر، لأن الحياة المزدوجة والوجود في قلب إسرائيل كان أصبح مرهق ليه بشكل كبير، فحصل على امتياز التنقيب عن البترول المصري. وفي سنة 1977 رجع أخيرا لمصر وأسس شركة إيجيبتكو، وقام الرئيس أنور السادات بمنح تعليماته لوزير البترول بأنه يهتم بالهجان من دون ما يفصح عن شخصيته الحقيقية، وشدد على أهمية مساعدته وتقديم كل المساعدة ليه. لكن وزارة البترول ما قدمتش ليه أكتر من بير مليحة المهجور بعد ما سابته شركة فيليبس بسبب عدم وجود فايدة حقيقية من وراه، ورفضت هيئة البترول السماح ليه بنقل النفط من البير في الصحراء الغربية بالتنكات، وأصرت على نقله بأنابيب النفط، وده اللي ما قدرش الهجان يعمله بسبب تكلفته المادية العالية. فلجأ مرة تانية للرئيس السادات اللي قرر تعليماته بمساعدة الهجان وتقديم كل التسهيلات الممكنة ليه، لكن التعنت الحكومي استمر ومحدش اهتم بيه، فساءت حالة شركته وعانى بعد كده الهجان من مرض سرطان الرئة وتوفى بسببه سنة 1982 في مدينة دارمشتات القريبة من فرانكفورت في ألمانيا واتدفن هناك. بعد وفاته اتصرفت زوجته فالتراود بيتون في شركة البترول وبعتها لشركة دانسون الكندية. وخلال الفترة اللي عاشها الهجان ما كانتش زوجته الألمانية تعرف حاجة عن حياته السرية تماما، ولكن قبل وفاته قرر الهجان انه يكتب مذكراته وسابها أمانة عند محاميه
ووصاه يسلمها لزوجته بعد وفاته بثلاث سنين، بحيث تكون قدرت تتماسك وتتفهم حقيقة جوزها اللي عاش معاها طول السنين دي. لكن الزوجة عرفت الحقيقة بعد وفاته مباشرة، فبعد الوفاة أجرت الزوجة عدد من الاتصالات بأصدقائه عشان تبلغهم بالخبر، وكان من بينها اتصال بمحمد الجمال اللي جه فورا وطلب منها انه ينفرد بيها لدقايق، وقال لها على المفاجأة المذهلة وان زوجها مش اسمه جاك بيتون لكن رفعت علي سليمان الجمال، وقال لها انه عمه وان هو مش يهودي وانه كان عميل سري لجهاز المخابرات المصرية زرعه في قلب اسرائيل، وده اللي حكيته زوجة الهجان بنفسها في كتاب 18 عاما خداعا لإسرائيل، واللي صدر عن مؤسسة الأهرام في القاهرة. واحتوى الكتاب على نص الرسالة الطويلة اللي سابها الجمال عند محامي الأسرة، وفيها كشف عن حقيقته، وبعدها ساعد بيتون للاتصال بجهاز المخابرات العامة المصرية للتأكد من الحقيقة، والاتصال ساعتها تم من خلال طرف ثالث كان على صلة وثيقة بالطرفين، وبعد مدة وجيزة من الاتصال غير المباشر تم التواصل المباشر مع زوجة الهجان، وزارت مصر وتم تكريمها بشكل لائق، والقيادة السياسية وقتها صدقت على كل مطالبها باستثناء طلبها منح الجنسية المصرية ليها والابنها، وده ما كانش تقصير من مصر أو تقاعس، ولكن هي كانت حاملة للجنسية الألمانية اللي بتمنع التجنس بجنسية تانية، فتخيرت زوجة الهجان بين الجنسية المصرية أو الألمانية، ولكن فضلت الاحتفاظ بجنسية وطنها الأصلي. ولرفعت الجمال ابن واحد من زوجته الألمانية أصبح على علم بقصة بطولة والده واتكلم عنها، لكن بعد سنين طويلة من عرض مسلسل رأفت الهجان لأول مرة، وبالتحديد سنة 2011 خرجت صحيفة هارتس الإسرائيلية بادعاء إن الهجان كان عميل مزدوج، وكتب معلق الشؤون الأمنية في هارتس يوسي ماليمان إن الهجان كان جزء من أقوى عمليات الخداع الأنجح في تاريخ إسرائيل. وقالت صحيفة هارتس إن المصريين جهزوا عاملهم بشكل كويس وخلوه يختلط بالتجمعات اليهودية في إيطاليا قبل ما يتم إرساله لأرض الميعاد تحت اسم جاك بيتون، وهناك اشترى حصة في وكالة سياحية في شارع برينر في تل أبيب. لكن رحلات رأفت الهجان الكتيرة لأوروبا أثارت شكوك شريكه التجاري أمري فريد، وهو رجل استخبارات سابق، وده خلاه يشتكي الهجان لجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي واسمه التشاباك، ويستفسر عن مصدر أموال شريكه اللي بيسافر باستمرار لأوروبا رغم أن مشروعهم التجاري محققش أي أرباح. واسترعى انتباه أجهزة الأمن الإسرائيلية إن الهجان كان بيتكلم الفرنسية بطلاقة صعب يتكلم بيها يهودي من مواليد مصر، فقام وقتها الموساد بمراقبة جاك بيتون في أوروبا، واكتشف إنه بيجتمع بمندوبين من المخابرات المصرية، فقاموا بتفتيش بيته ولقوا حبر سري وكتاب شفرات لالتقاط بس إذاعي، فتم اعتقاله في المطار بمجرد عودته، وتخير ساعتها بين السجن أو إنه يبقى عميل مزدوج، فاختار ساعتها التعاون مع الإسرائيليين بحسب القصة المزعومة، وكان الاسم الكودي للعملية يتيد ومعناها الوتد. وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن الموساد عشان يخدع المصريين أرسلوا ليهم مع رأفة الهجان صور لقواعد من الجيش الإسرائيلي ومرافق عسكرية، وده رفع أسهمه عند رؤسائه وخلاه بطل في عيونهم. وبحسب السيناريو الإسرائيلي فتم تسريب خبر حرب 67 مع الهجان، ولكن مع الإدعاء بأن الهجوم هيكون بري، فبلع المصريين الطعم وسابوا طياراتهم الحربية في العراء، وده ساعد في تدمير معظمها بعد 3 ساعات بس من بداية نكسة 67. وبعد الحرب عرضت إسرائيل على رفعة الجمال مكافأة مادية، لكن قيمتها ما عجبتهوش وطالب بمبلغ وصل لملايين الدولارات مقابل خدماته، بالإضافة لأنه بعد حرب 67 شافت إسرائيل أنه ما عادش فيه احتياج للهجان، بالإضافة لتعبه وإحساسه بالتوتر بسبب عمله السري، فساءت العلاقات بينه وبين إسرائيل، واستقر الرأي على قطع الصلة بيه وإعادة تأهيله، ودبرت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية دخوله في شراكة مع رجل أعمال إيطالي للتنقيب عن النفط في سيناء واللي كانت تحت السيطرة الإسرائيلية، لكن ده ما كانش كافي ليه، فساءت علاقته أكتر بالأجهزة الأمنية الإسرائيلية. وبعد مرض الهجان بالسرطان رفض العلاج في تل أبيب لأنه خاف إنهم يحاولوا تسميمه، فطلب نقله للعلاج في أوروبا، وهناك مات في مستشفى في ألمانيا. ونقلت الصحيفة سخرية رئيس الموساد إيسر هيرقل في مطلع التسعينات من الرواية المصرية، والحقيقة القصة اللي حكيتها الصحيفة الإسرائيلية منقولة عن كتاب صدر في إسرائيل سنة 2002 اسمه الجواسيس من تأليف الصحفي إيتان هابر اللي اشتغل سنين طويلة جنب رئيس الحكومة الراحل آيزاك رابين وتولى مسؤولية مدير ديوانه. وحكى الكتاب قصة أكتر من 20 جاسوس ومن بينهم رفعت الجمال، والحقيقة إن الرواية الإسرائيلية رغم إنها تبان في البداية محكمة لكنها مليانة بثغرات كتيرة،
أهم الثغرات دي هو إزاي إسرائيل هتعتبر إن دور رأفت الهجان انتهى بعد حرب 67 وهي فعلياً كانت في حرب مع مصر، وده كان خلال فترة حرب الاستنزاف. فالرواية الإسرائيلية أسقطت فترة حرب 73 تماماً من الحسبان، وادعت إن الهجان تقاعد خلال الفترة دي لأسباب مش منطقية، زي إن أعصابه تعبت من شغل الجاسوسية رغم إنه كان جوه إسرائيل وتحت حمايتهم ورعايتهم والمفروض إنه عميل ليهم. وليه القصة الإسرائيلية استنت السنين دي كلها عشان تظهر؟ ولا الحقيقة إنها استنت موت الشهود الأساسيين على الواقعة؟ وإذا كان الهجان بالفعل عميل إسرائيلي، فليه إسرائيل ما استفادتش من وجوده في مصر خلال فترة عمله في البترول؟ كمان الرواية المصرية بيأيدها مذكرات الهجان نفسه وشهادة زوجته وابنه اللي ما حاولتش إسرائيل تتكلم عنهم أو تتصل بيهم بعد وفاته، ده غير إن الإدعاءات وتزييف الحقائق من الجانب الإسرائيلي معروفة ومشهورة، لدرجة إنها وصلت لمحاولة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعاي قلب الحقائق، وادعاء إن إسرائيل هي اللي انتصرت في حرب أكتوبر 73. وما بين الروايتين المتناقضتين في قاسم واحد مشترك، وهو إن رأفت الهجان ما كانش شخصية خيالية اخترعها مؤلف المسلسل، لكنه موجود بالفعل على أرض الواقع. أما الإجابة بكل الأدلة عن السؤال اللي بيقول هل هو بطل مصري فعلا ولا عميل مزدوج، فهي محفوظة في أدراج المخابرات العامة المصرية، ويمكن في يوم من الأيام تظهر للنور كل الأدلة وبالمستندات. وبكده تكون خلصت حلقتنا. ياريت تقول لنا إيه رأيك وتشاركنا بمواضيع جديدة حابب نتكلم عنها، وما تنساش اللايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. اتفرج على الحلقات اللي فاتت واستنى الحلقات اللي جايه.